الجميع سعيد حقيقة يعني. ويكفي كلمة الشيخ وليد إبراهيم وكيف تنقل الام بي سي وفي النهاية استقرت في الوطن. قد تكون هذه يعني تلك الفترة غير مناسبة، الآن رجعت إلى الوطن ومقرها، هذا شيء يسعدنا جميعا فنانين إعلاميين، وأنا سعيد يعني لأن تشوف الفرحة على الجميع مو عندي أنا بس لحالي. أثرها بيكون جيد جدا لأنه حيكون الإنتاج في البيت، سهل تنفيذه وسهل كل شيء، حيكون سهل لتقديم أعمال درامية جميلة ورائعة، وأتمنى ذلك. من أجمل الذكريات اللي أنا مريتها مع قناة هي مع قناة ام بي سي.